ترأس سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل الاجتماع لجنة التنسيق والمتابعة بالوزارة بحضور سمو الشيخ خليفة بن سلمان بن محمد آل خليفة وكيل الوزارة إلى جانب المسؤولين المعنيين بالوزارة. وتم خلال الاجتماع مناقشة مبادرات وبرامج الوزارة في تسريع وتيرة توظيف المواطنين وإدماجهم في سوق العمل وتطوير هذه المبادرات بما يتماشى مع مرحلة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة، حيث تم استعراض آخر مسجدات المبادرات التي تنفذها وزارة العمل مع شركائها الرئيسيين صندوق العمل التمكين والشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الخاص ومؤشرات نجاح مبادرات التدريب والتوظيف والتحديات التي تواجه تنفيذها ووضع الحلول المناسبة لها. وفي هذا السياق أكد الوزير حميدان أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامجها ومشروعاتها في مجال توظيف المواطنين وتأهيلهم مهنيا لسوق العمل وفق الخطة الزمنية المقررة، وذلك لتلبية احتياجات أصحاب العمل وتحديد الأولوية للقطاعات الجاذبة للمواطنين والقطاعات التي تشهد نموا في نشاطها لتسريع وتيرة توظيف المواطنين فيها، لافتا إلى أنه بفضل خطة التعافي الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، فقد انتعشت الحركة الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين واستقطبت العديد من فرص الاستثمار المولدة للوظائف. وأكد سعادة وزير العمل أن الوزارة تسعى ومن خلال التسهيلات التي تقدمها للقطاعات الإنتاجية لتوفير تدريب مجاني للقوى العاملة ودعم أجور العمل الوطنية وتكثيف إدماج المواطنين في المنشآت، داعيا إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة لتحقيق الغايات المرجوة على صعيد تأهيل وتوظيف البحرينيين في إطار الجهود الوطنية المبذولة لجعل المواطن الخيار الأول في سوق العمل.